يوما غنهضروا على اكرام بلا نوفا ولي برودوي كوزميتيك، ولا اكرام بلا نوفا كوزميتيك ممكن اي واحد فيكم انه يدخل الموقع ديالها، يدخل ويشوف لي برودوي بعينه ويشوف الاثمنه. صراحه اللي فاجاتني وقلت علاش لا انني ما نتقاسمهاش معكم. بزاف المتابعات تكتبوا لي حياه، قلنا شنو هما لي برودوي هكا اللي كاينين في المانيا واللي انتي جربتيهم. غيكون ان شاء الله فيديو، ولكن الفيديو ديال اليوم غنهضروا على اكرام بيلا نوفا كوزميتيك. صراحة دخلت الموقع ديالها في جوجل وتفاجئت بزاف، تفاجئت بزاف الحاجات. اول حاجة الاثمنة، يعني كاينين عندها حاجات ايجابية وحاجات سلبية، كيفاش كيخدموا وشنا هما لي برودوي كوزميتيك اللي عندها. والاثمنة الصراحة اللي ما غنقولش لكم كتنافس اثمنة ديال دي برودوي كوزميتيك اللي هما مشهورين، ولا مثلا داروا ليهم اشهار لمشاهير اللي هما كبار، ولكن اغلى الثمن ديالهم اغلى اغلى من دي برودوي اللي هما مشهورين وماركات اللي هما عالميه، وديجا ناس اللي جربوهم ودي زيكسبير اللي داروا عليهم تجارب، يعني ماشي جاوا هكا صدفه وحطوهم في موقع. برودوي كوزميتيك ديال اكرام بيلا نوفا غتشوفوا معايا واحد الوجه اخر، يعني الثمن ديالهم، الثمن ديال الجوده ديالهم ما نقدرش نهضر عليها لانني ما نجربهاش وما عمرني ما غنجربها، ولكن غنهضر على الاثمنه ديالهم وعلى الكونتيتي اللي هي صغيره بزاف. يعني اكرام بيلانوفا كانت بخيله مع المتابعين ديالها والثمن اللي هو غالي، وكنظن يعني انه هذا البروجي ديال اكرام بيلانوفا فهو واحد البروجي اللي هو فاشل، لانه موجه للمتابعين ديالها، موجه للمتابعين ديالها، واغلبيه الناس اللي كيتابعوها راه هما على قد الحال. الناس اللي كيتابعوا اليوتيوب راه هما ماشي الناس اللي غيتبعوا مثلا غيتبعوا بحال هذا الكانتين ديال اكرام بيلانوفا، راه ما كنقولش انهم فقراء، ولكن الناس اللي هما عاديين. وهاد لي برودوي راه هما اثمنه اللي هي غاليه، خليكم معايا حتى الاخر. الهدف من الفيديو فقط انكم تعرفوا الاثمنه، وبلا ما يمشي راسكم بعيد وتقولوا لي راه بنت البلاد، كتحسد بنت البلاد. فغتشوفوا من هذا الفيديو الجواب ديالي، واكيد تعاليق ديالكم كتهمني بزاف. خليكم حتى الاخر. البرودوي ديال اكرام بيلانوفا او اكرام بيلانوفا كوزميتيك، اثمنه ديالهم شنو هما الحوايج الايجابيين شنو هما السلبيين، الثمن ديال التوصيل يعني الفيرزاند باش كتصيفط للمغرب كتصيفط لاوروبا. المهم اثمنه اللي جاتني انا مبالغ فيها وغنتقاسمها معكم، بارفان ديالها، الكونتيتي، غنهضروا على كل شيء باختصار. خليكم حتى الاخر، وقلت لكم الهدف من الفيديو فقط انكم تاخذوا واحد النبذه، والراي ديالكم اكيد كيهمني انكم تكتبوه في التعليقات وتقاسموه معايا. اول حاجه غنشوفوها هو السيروم، هنايا سيروم رقم 9 اللي كدير لي اشهار بزاف بزاف، الثمن ديالو فهو 32.50، يعني 32 يعني 320 درهم، اكثر من 320 درهم، غنقولوا 330 درهم بالصرف، وهذا الى تحول للمغرب. فلو 20.50 الرقم تسعود او سيروم العينين او الشفاه، ف 15 مليلتر فهي واحد الكميه او كونتيتي اللي هي قليله بزاف بزاف مقارنه مع الثمن ديالو اللي هو 320 درهم، ثمن اللي هو كبير. وزيد واحد الحاجه، الا كنتي في المانيا ففقط الفيرزانت كتسوى 6 اورو، يعني 6 اورو ماشي بزاف الا خديتي باك، اما الا خديتي بياسه وحده مثلا 20 درهم وخلصتي عليها تقريبا واحد 7.70 درهم، فهي كنظن انها تسوفي القل بزاف بالنسبه ليا وبالنسبه لوحده اللي هي فقط مبتدئه. انا جاني الثمن غالي بواحد الكونتيتي اللي هي صغيره، وغتسالي بواحد السرعه اللي هي كبيره. الا كنتو باغيين تجربوا وبان لكم الثمن مناسب فهمتوما هما صاحبي القرار، انا جاني الثمن غالي. غنمشيو للمنظف ديال الوجه، يعني واحد باش كنغسلو الوجه اللي عارفين الناس اللي عايشين هنايا عارفين باللي هو راه كيتباع رخيص، ولكن ديال اكرام بيلانوفا 145 مللتر، لانه اصلا المواد اللي هو مركب
تركب منها راه هي ما غتكونش اكيد غالية، فهنا كيدير 35.50 أورو، يعني واحد 7000، نقولوا حنا غير 7000 ريال مغربية، يعني 7000 منظف ديال الوجه، فهو واحد الثمن اللي هو كبير بزاف رأيي. يعني منظف نقدر ناخذ صابونة ديال دوف، صابونة ديال الكف، صابونة كل واحد نغسل بالماء ندير اللي بغي فهمتي، ولكن باش نخلص انا شخصيا 35 اورو على منظف، فهي اكرام بيلانوفا واحد الثمن اللي هو غالي بزاف، جزء من انه المشروع ديالك فهو ما نجحش. اي واحد عنده العقل، واخا تكون الكونتيتي 145 مليلتر، اي واحد عنده العقل ما غيشريش واحد المنظف ب 7000 ريال مغربيه، كون هو اللي كيشري من عندها. المهم احنا ما جايينش باش اننا نحسدوها. هنا كاين واحد الكريم اللي هو 30 مليلتر كيساوي 41.50، كاين 30 مليلتر، كاين واحد الرغوة ولا لاموس اللي كيسميوها اللي كتساوي 26.90 يعني اورو، وهي الرقم 20 رغوة. رغوة اللي هي عادية ما عرفش شنو فيها بالضبط، ولكن 26 يعني 5200. وانا من تنهضر لكم على هاد الاثمنة فانا تنهضر لكم فقط على الثمن، وباقي ما هضرش لكم على الثمن ديال الفرزانت او الثمن ديال الارسالية باش انها ترسل لكم. تبيع لك مرات باك اللي هو كامل خاص بالتجميل مثلا التنظيف، وكاين عندها الباك ديال الانتي يعني ضد العمر ولا ضد العمر، فهما كاينين دو باك، كل باك وبوحدو. الحاجة الوحيدة اللي كتبيعها اكرام بيلانوفا فابور فهي هذيك طاشا، هي هذيك الشاكوش ولا هذاك الموزيط ولا لاتروس ديال الماكياج هو اللي كتبيعو فابور، لان كانت كتبيعو حتى هو ب70 درهم، وفي الاخر ولات كديرو فابور. يعني اثمنه اللي هي خياليه، فقط هادو هما الاثمنه. وبالنسبه للحاجه اللي جاتني انا بزاف، البارفان ديال لاماني ديال الاخت اكرام بيلانوفا، واحد الثمن اللي هو كان اصلا خيالي 80، يعني تنهضر لكم انا تقريبا على 100، على شحال 36000 ريال مغربيه، 100850 درهم على بارفان ديال اكرام بيلانوفا. كنظن باللي واحد الثمن اللي هو غالي بزاف بزاف. انا كنشري لي بارفان، ولكن ما عمرني ما غنمشي نشري بارفان اللي هو ما معروفش ب 185 اورو. يعني كاين بزاف ديال لي بارفان، وكاين بزاف ديال الاختيارات، والبارفان كيبقى واحد الحاجه اللي هي شخصيه، يعني كل واحد يختار البارفان اللي بغا وعلى حساب الاذواق. كنقول بلي انه 185 البارفان فهو واحد المبلغ اللي هو ماشي صغير لانسان عادي، وللاسف للاسف المتابعين ديال واخا هي دايره في انكيبوت دابا وناقصه منه، دايرين واحد البورسونتاج تقريبا اللي وصل فايته 140 اورو يعني 28000 ريال، فهو كذلك يبقى غالي للناس اللي هما عاديين. انا جاني الاثمنه مبالغ فيها كمبتدئه، يعني اكرام بيلانوفا راها معروفه كيوتيوبرز، مع انه دابا راه بطات لا فالور ديالها انستغراموز ولا هذا في الانستغرام، ولكن لا يعني انه الاثمنه اللي دايره هي مبالغ فيها. ودابا ندوزو هضرنا على الاثمنه، وهذا الراي ديالي انايا، وغيكون راي الاغلبيه بالاخص الناس اللي عايشين في المانيا ولا عايشين في اوروبا، عارفين باللي برودوي كوزميتيك، عارفين لي مارك، وعارفين كاينين ناس معنا اللي كيفهموا في هذه المساله. وشكون دابا اللي ما عارفش لي مارك وكيبغي انه يدير لي مارك حتى هو، وانه كل واحد باليد ديالو، فماشي هذا هو الموضوع ديالنا. وبالنسبه للفيرزانت فهي كتختلف من بلد لبلد. انا كتجيني انني نشري مثلا سيروم اللي هو نشري مثلا سيروم ولا ديال الشفاء اللي ب 15 مليلتر، واحد الكونتيتي اللي هي صغيره، وانني نجي لفيرزان نخلص عليه 32 اورو المغرب، فهو واحد الثمن اللي هو كبير بزاف بزاف، يعني نخلص عليه 6000 ريال. وسيروم اللي هو واحد كونتيتي صغيره كتجيني ثمن اللي هو كبير. هادو الحوايج اللي جاوني انا هضرت على الاثمنه، وهذا الراي ديالي، وكل واحد كيبقى الراي ديالو، لانه انا شخصيا صعيب انني نشري من عند واحد مبتدئ ونشري بواحد الثمن اللي هو خيالي، انسان اللي ما كنعرفوش انايا، وما عمرش الواحد ما دار لي اشهار على انه بصح يعني جرب هذوك لي برودوي او انهم نفعوا معايا، ما نقدرش للاسف. وانتوما فهمتي قلت لكم هذا فقط الراي ديالي. وبالنسبه للفيرزانت فهي ما نقولش مبالغ فيها، واحد الحاجه اللي هي عاديه انك تكون في بلادك ويوصلك، ولكن مقارنه بالفيرزانت يعني مثلا
هي عند المقر في ايطاليا على حد العلم ديالي، وكدير مثلا 15 اورو اللي بغات تصيفط لكم لايطاليا على ما اظن. مثلا كتختلف من بلد لبلد، يعني على حساب فيرزانت فهي كتختلف من بلاصه لبلاصه، هي كتوصل من يومين حتى 4 ايام واحد الحاجه اللي هي عاديه في المانيا 6.90، الا كانت غتصيفط لبلجيكا وايطاليا وفرنسا فهي 15.35 اورو، كتجيني ما نعرف نورمال. الا بغات تصيفط للجزائر والمغرب 32 اورو، وبالنسبه للعالم كامل فهي كتصيفط للعالم كامل. فهو من ناحيه الموقع ديالهم فهم خادمين عليه مزيان وعاطين معلومات اكثر، وزيشه يعني الا بغيتي تخلصها فهو مامن. ممكن انك في ريكلاماسيون ولا شي حاجه فقط تكتب البيبال، وهذه احسن طريقه انه الواحد كيامن الراس ديالو. هاد الفيديو كان فقط للتوضيح لبعض الناس اللي كيبقاو دائما كيكتبوا راه كيحسسي بنات البلاد ولا بنات البلاد انت ضدهم ولا هذا. فانا ما ضد حتى شي واحد، انا كنقول فقط الراي ديالي في البرودوي كوزميتيك، شي حاجه اللي شفتها ولا فمن التجربه ديالي كنتقاسمها معكم، وانتم اكيد صاحبي القرار. اثمنه اللي في رايي انا بالنسبه لاكرام بيلا نوفا، كانت كتشوف هذا الفيديو ولا ما كتشوفوش، فهو واحد المشروع اللي اكيد هو فاشل. هما دايرين تقريبا دابا اكثر من 30% من التخفيضات، ولكن للاسف هو مشروع فاشل، لان حتى واحد يعني اكرام بيلانوفا سي فري هي مشهوره، كانت مشهوره في اليوتيوب، وهذا لا يعني انها نجحت في لي برودوي كوزميتيك. وديما من كتلقى التخفيضات عرف راه المشروع هو فاشل 100%. اثمنه اللي هي غاليه وهي مبالغ فيها، وما عندها حتى شي علاقه بالمتابعين ديال اكرام بيلانوفا، لانهم متابعين كنظن انهم دراوش، والاغلبيه اللي كيشوف اليوتيوب المغربي ولا يشوف المحتوى ديال اكرام بيلانوفا فهو اكيد انسان اللي هو درويش وعادي. وانه لفي انك تخلص على فقط واحد الرغوه اللي هي عاديه وغنخلص عليها 26 اورو، فكنظن هي تسوفي الجلد، يعني بزاف ديال الفلوس انا نخلصوهم على رغوه. ولا مثلا سيروم ديال العينين اللي 32 اورو ولا كذا ولا كذا، ولا ريحه اللي ما معروفاش ديال الانسان اللي ما معروف 185 فقط لانه يبغى دير السميه ديالها، ما كنظنش ان فكره زوينه. هذا كان فيديو اليوم فقط للتوعيه، وتاخذوا فكره على بحال اشهار اللي هو فابور على الاخت اكرام بيلانوفا ولي برودوي كوزميتيك ديالها، اللي مستحيل انني شخصيا وعود بلا مقولة انا نشريهم واحد النهار. كنت معكم بحياتي، خليت لكم الراحة ولينا تهلاو في راسكم. زوين اننا نتهلاو في راسنا، ولكن الخيب هو ناديو الجيب ديالنا، لانه باش نتهلاو في راسنا خاصنا نشوفو حاجة اللي تواتينا سواء ماديا والمداومة. يعني ميمكنش انا نشري برودوي مثلا ب 32 اورو واحد السيروم، والسيروم كيبغي المداومة، يعني ميمكنش انني نشري انا اليوم وغدا نقطعو فقط لانني معجبة بفلان ولا فلان. ولكن عندكم فلوس كتار ولا الله يسهل عليكم، تهلاو في راسكم اخسروا على راسكم. هذاك واحد القرار اللي هو شخصي، واكيد هذا هو الراي ديالي وكنحتفظ به. السلام عليكم.